ايه سبب وجود الحشرات في المنزل؟ وهل ليها علاقة بالحسد؟ في عالم امريكي بيقول في دراسته معظمنا بيشتكي من وجود حشرات في بيته بالرغم انه حاول كتير التخلص منها لكن مفيش فايدة. بتلاقي الحشرات دي بتكتر في غير مواسمها زي الصراصير والبعوض والنمل وغيرهم، ودايما بنلجأ لقتل هذه الحشرات بشتى الوسائل، لكن كتير مننا ما يعرفش انه لا يحق له قتل هذه الحشرات لان وجودها ليه رسالة طاقية بتقولك ان في خلل في المنزل وعليك انك تفهم الرسالة بدل قتل الحشرات اللي بتقولك بوجود الخلل الطاقي في المنزل. يعني ايه وجود خلل طاقي في المنزل؟ لو كان افراد اسرتك عندهم الكثير من المشاكل والمشاحنات والسب والشتم او عدم انسجام فتأكد من وجود خلل في طاقة المنزل، او ربما كانت طاقة حسد او سحر والحشرات بتعرف تماما الطاقات دي وبتنجذب اليها.